طيب سيادة اللواء، النقط اللي قالها أستاذ سامح حضرتك يعني ليك رد عليها؟ فضل. أكيد طبعا. وبالنسبة لحتة إن مفيش مكان في السجون أولا، والأعداد والبعد الاجتماعي عشان عدم وجود ده كلام مهلبية طبعا. مفيش حد ما بتنفذش عليه الحكم عشان مفيش حكم، مفيش مكان. لا في مكان، في مكان، بس إيه، في ضيق وفي عدم استيعاب. يعني أنا لما كنت مشرف على السجون ضمن المصالح والإدارات في مصلحة الأمن العام، كلام ده كان من سنة 1996 لغاية 2002، كان عددنا حوالي 75 مليون. وكان في السجون قوة أساسية، اتسألت السؤال ده من مدير الأمن العام آنذاك اللي هو محمد شعراوي، عندنا كام قوة أساسية متواجدة؟ ما هو السجون في ناس داخلة وناس خارجة، وفي إفراجات وفي حبس احتياطي ودخول وخروج، لكن في قوة قاعدة ثابتة. قلت له إحنا كام مليون؟ قال لي إحنا 75 مليون. قلت له في عندنا 75 ألف، النسبة كده ربنا ظابطها بالظبط كده، أخيارنا قد أشرارنا. كانت أيامها السعودية بتعمل نسبة الحج 1 كل 10,000 كده، فعاملة 75 ألف، فكان عندنا 75 ألف مسجون. قال لي السعة الحقيقية بتاعتنا كام؟ قلت له ما تزيدش عن 30، ولذلك مترصصين كده زي السردين، وعاملين سراير طرزان كمان من الحيطان معاك. اتبنى اياميها لان السجون بتتكلف، السجن الواحد كان بيتكلف نص هو مليون. هو غير اياميها، ومش دلوقتي، انا لسه من ايام كنت بتكلم في قرارات توسعه ونقل السجون من مناطق الكثافات العاليه. 330 صحراوي و440 صحراوي اللي هم في وسط ده اللي لسه معمول بيتعملوا جداد دلوقتي، لا اتبنوا فعلا المتسكنين اللي اقتحموا في من كتاب القسام وبرج العرب، دول زودوا السعر 15,000 كمان على 30، يعني احنا ساعتنا 45. انا ما بقولش 300,000 يتاخدوا كده من قفاهم يتحطوا في السجن، وطبعا لا، ما في عضو فاعل وعضو عامل وعضو خامل مثلا، تمام. ولو في فكره لمثل هذا عندنا مكان نموذجي، ولا هو سجن ولا حاجه، وينفع الناس كلها، ده مشروع قومي شرق العوينات. وانا مساعد وزير لوسط الصعيد، كان تبع اسيوط سوهاج الوادي الجديد، كان تبع هي تبع الوادي الجديد، كان الرئيس الاسبق حسني مبارك بيروحها مرتين في السنه عشان يشوف مزارع القوات المسلحه ومزارع ابو العينين وبعض كبار المستثمرين. دي اخر نقطه في الخريطه المصريه على الحدود مع السودان وتشاد وليبيا، تربط القرد يعني ما يهربش. ليه ما تربطوش؟ ليه؟ لانه هيجري يمين شمال هيموت، عايز اكله، عايز يشرب، عايز يعمل، لازم يبقى موجود. المزارع اللي هناك دي فيها قوات مسلحه، بتزرع قمح وبتزرع شعير، وفيها هناك ابار جوفيه ومياه مخزونه كويسه جدا جدا، يودوه مشروع هناك. وفي اماكن يعني قابله للاستصلاح قد المستصلح دلوقتي 10 مرات، ممكن يعني مش هتغلب فيهم ولا تحط في سجون ولا كلام من ده. لكن حته ان ما بتتنفس الاحكام على اللي عليه شيك ولا على اللي قضيه مخدرات عشان ما فيش مكان في السجن، لا طبعا دي فريه ما فيهاش اي حاجه خالص. وبعدين بيقول ايه محمد نور ممكن يتصل لواحد قريبه غلبان يتكلم في قضايا من الدوله. بص في حاجتين عندنا في الشرطه ما بنتكلمش فيهم خالص خالص، قضايا الاداب وقضايا امن الدوله. ما فيش. ليه بقى؟ امن الدوله من زمان كجهاز قوي، لو سيادتك اتصلت لاخوك وهو ممسوك في مظاهره ظلما وعدوانا، هيتسجل كده في ملفك ان في اليوم الفلاني اتمسك اخوك في المظاهره الفلانيه وكان بريء، وانت اتصلت للوساطه عليه، بعد كده مش هتكمل في المراكز القياديه. فما حدش بتصل للوساطه في قضايا امن الدوله خالص ولو كان اخويا، تمام. حته 75% و23%، هم اولا يا اخوانا ما يزيدوش عن 1% 1.2%، لما بنقول ان هم بمحبينهم ومتعاطفينهم مليون مليون واحنا 90 مليون، منين يبقوا 23 و25؟ وكون استفتى اعتمد على عينه معينه واعتمد على شريحه معينه وقال 75% غير راضيين، مش معنى كده ان 25% التانيين راضيين، يمكن ممتنع ويمكن ما وصلوش ويمكن ملوش راي، واخد بال حضرتك؟ دي الدراسات العلميه بالنسبه لقياس الراي العام هناك. لكن انتوا شايفين في المداخلات والحاجات، صحيح فيها اوفر وتجاوزات وناس بتغلط في الحكومه وناس بتغلط في ناس محترمه في الحكومه بتشتغل وكله، لكن برضه الحكومه لازم تراعي ان يبقى لها القبول العام عند الناس ويبقى القبول الشعبي كله. الناس وصلت هنا من اعمال الاخوان من الدم اللي كل يوم والارواح والحاجات دي. ولذلك انا لا انصح اي حد ان هو يتكلم دلوقتي حاليا في وسط الدم والارواح عن في اي افكار للمصالحه، لان الناس هتكرهه والناس ما عندهاش استعداد حاليا. لكن ممكن انا اشتغلت في الصعيد اخر 6 سنين وكنا بنعمل مصالحات وتقديم كفن وكله، بس مش يوم القتل،
بعديها بشهرين ثلاثة أربعة لما النفوس تهدى ولما الرؤوس تتعادل ويبقى العيلة دي ميت من عندها خمسة والعيلة دي ميت منها أربعة يبدأ الكلام يبقى ليه مقبول. لكن دلوقتي ساعة الترويع أنا لا يمكن أتصالح معك وأنت شايل البندية وعمال تقتل في أولادي كل يوم، وإلا أبقى أنا راكع لك وخايف منك ومرعوب منك، وده ما يحصلش بالنسبة للمصريين. ده بالنسبة للتصالح وبالنسبة للسجون وبالنسبة للجهاد والجماعة الإسلامية. الجهاد والجماعة الإسلامية عايز أقول لك كلمة وأنا قلتها في كذا حتة قبل كده، أنا بودني دي وبعيني دي شفت الرئيس المحترم المصري للنخاع محمد أنور السادات رحمة الله عليه في مديرية أمن الجيزة في اجتماع أيام قضية أحمد طارق عبد العليم اللي ضرب الشيخ الذهبي برصاصة في عينه الشمال، وكان جاي النبوة إسماعيل رحمة الله عليه وبيقول له يا فندم دولت جماعة إسلامية ودولت جهاد ودولت كذا، قال له كده بالحرف، قال له يا نبوي ده أنا بقول عليك ضابط شاطر، ما فيش حاجة اسمها جهاد ولا جماعة إسلامية ولا زفت ولا خرق مغزى في الكلمة، يعني كل هذه الجماعات التكفيرية تخرج من تحت عباءة الإخوان. فكل ده ودي تقسيم أدوار، ده كلام أنور السادات وكان سابق للعصر من زمان، كل ده تقسيم أدوار. فعلا زي أنا راجل في عيلة كبيرة محترم ومعروف ان انا مش هعمل اعمال بلطجة، لكن عندي عيلين ثلاثة اربعة في العيلة ممكن ازقهم عليك يعني كوسائل ضغط، لو الضغط على الاخوان كل ده هي دي الحنفية والمصدر الاساسي، بتقفل على التكفيريين وبتقفل على الجهاديين وبتقفل على بيت المقدس واكنافه والتوحيد والنور وكل البلاوي السودة ده كلها بتخش في الجحور، بدليل ان دلوقتي عاصم فين في الدوحة مع مين مع كفيله الدوحة وتركيا، اللي بيهرب بينزل على السودان ومنه على تركيا والدوحة والحاجات دي، يعني المصدر واحد والقاعدة واحدة. وقضية التخابر اللي مرصودة هتتقدم قريب، الاتصالات يومية كانت بين الرئيس محمد مرسي المعزول وما بين رئيس تنظيم القاعدة، والكلام كله على التكفيرين وخرج من السجون والحاجات دي كلها.